تبكل عشتكم محليها ربي توم لعشتكم يخبركم الأولاد هادي وإناس نسلم عليهم ريتو محليهم بابا وماما بيه مش نعملوا توها جو صغير ومش تعرف بابا وماما يفهموا بعضهم ولا لا ركزوا معايا مش نعطيكم دي كارتون انتم ديجا فريق العداد سألوكم كل واحد فيكم على واحدة ولا حد يعرفها وكتبتوا لي ريبونس نتاعكم وقت جاوا الاولاد هيك مهدي كيفاش تصرف سبق الاولاد زعما ولا ابو الاولاد اللي بيهم اكثر ولا خليك انت ديما في المرتبه الاولى ديما نمن انا الاولاد في عمر خاصه العمر الاولاني هذاك بالاول ديما الحاجه الاولى هي الام ومن بعد يجي الاب نقول يعني الاحتمال الثاني اللي هو مخليك انت في المرتبه الاولى خليها هاي هاي وري شنو جاوبت هي كيما معايا كيما معايا مع الاولاد شنو معايا يصير سوء تفاهم بيناتكم الاثنين كيفاش يرد مهدي الفعل يتغشش والا دم بارد والا يخرج ويبدل ساعه بساعه انا نجاوب دكتور نقول نتغشش نرفوز خاطرني نرفوز عرفتك بالغش انت نرفوزي ما يظهرش علي تخاف عليا كامل غش وهذه حاجه خايبه فيا لا غالب دونك معناها غشك اي نطلع في ساعه ما في ساعه نبر في ساعه نجم ترضيه انت في ساعه سبا كي تتغشش ماذا بيك تخليه وبعد تخليه شويه ونرجع له ياخذ شويه وقت خلي غشك تو نرجع لك يلا باهي اوكي نمشيو السؤال اللي بعده كان يجيك اسالنا هاجر كي يتفرج مهدي في منوعه ويشوف فنان وصوته خايب شنو يعمل يضحك عليه والا يتفرج يقول اعطاها الزهر ولا يتمنى يكون في بلاصته نضحك عليه للي كونفيرمي نضحك عليه كيما نقولوا نحن نشرز ولا نعملك راك فلان ما يجيش فهم دونك نضحك عليه انا ما جاوبتش هكيكا دونك عنده زهر عنده زهر هو بنت عنده زهر عنده زهر مادام هو يغني ويزلط عنده زهر كي يروح مهدي للدار ويلقاك مشوقه تعبه شو يعمل؟ يعمل روحه كانه ما شافكش يطفي الضوء معناها ولا يجي يعاونك ولا هو كيشكرك بكلمة حلوة نزل المرال بكلمة حلوة يا عيني مهدي توجيه دونك هاجر تشوفه معك وقت هاجر تحس روحها غلطت في حق مهدي تعتذر ولا تسكت كي نغلط أنا نعتذر نعرف روحي غالطة ما نعرفش الإجابات نسيت نسيت اوكي نعرف روحي مانيش غلطه نشد صحيح تسكت كي تخليها وحده برشا وانت خدمتك حكم خدمتك تتنفس ولا تخبي وما تظهرش بطبيعتها هي تخبي وما تظهرش تتفاهم الغياب تتفاهم غيابي يعني. ما قلتليش هذايا متفاهمه باه يجيوك ميساجات وتليفونات من موج بيت تغير ديما تغير ساعات ولا متفاهمه متفاهمه قبل ما تشارك في ذا فويس شجعته هو شارك راك باش تربح ولا امشي حتى كي ما ربحتش ولا ما تشاركش خير لا شجعته ومتوقعنيش الربح معناتها اما كنا نتصوروا اللي باش يوصل معناتها الايتاب متقدمه اما شجعته برشا برشا دونك نقولوا شجعته شارك حتى كامل ربحتش وي وصل وي. يعني جرب حظك ايه وقت يغلط في حقك مهدي باش يرضيك يرضيك بكلمة حلوة ولا لازم خارجة ولا كادو كل مرة كيفاه ساعات كلمة حلوة ساعات خارجة نخرجو ساعات كادو أما في المرتبة الأولى كلمة حلوة كيما قلت لك كلمة حلوة كلمة حلوة بلوس هذيك متاع مرة وبعد لقيت زيادة بالبلوس